اما فقرتنا هلا سلمى رح نحكي فيه عن موضوع كثير مهم، يمكن منبلش فيه من ذاتنا. لما بنحكي نحن قد ايه عندنا يمكن رغبات ممكن نحن ما نكون منتبهين لها، وبنقول انه هي رغبات يمكن تكون دفينه نحن بالواقع ما لنا معترفين فيها بشكل كثير كبير. مواقع التواصل الاجتماعي كمان سلمى قديش بتلعب دور كثير كبير، ان كان بقدرتنا على التركيز او حتى بتشتيت انتباهنا بطريقه ما. صحيح فرح، ويمكن اوقات بنحكي انه نحن في كثير شغلات بنحبها وفي شغلات نتمنى نوصل لها، بنسمع فيديوهات تحفيزيه على مواقع التواصل الاجتماعي، بس اوقات بنقول يا الله قد هالفيديوهات حلوه بس صعبه انه تتحقق، او نحن يعترى بنقدر نعمل نفس اللي عم يقولوه او لا. أكيد سلمى رح نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل مع دكتورة شفاء صوان، اختصاصي نفسي اجتماعي. صباح الخير دكتورة. صباح. أهلا وسهلا فيكي. صباح الخير. أهلا وسهلا فيكي دكتورة، ويسعد أوقاتك. اليوم رح نحكي عن موضوع كتير بيهم يمكن كل الناس، اللي هو التركيز وخطوات التركيز، كيف أنا بركز على شيء بدي إياه لحتى أقدر أوصل له بحياتي، شو ما كان هذا الشيء، نفسي، اجتماعي، مهني، أي شيء من الأشياء اللي أنا ممكن أكون بحبها. خلينا نتعرف أكثر اليوم عن التكرار ودور التكرار بالوصول أو جذب شو أنا بدي بالحياة. تمام. هلأ أهم شيء فكرة التركيز هي بتعمل على إلغاء شيء وتخيل شيء، ويعني أني أنا أؤمن بشيء كمان وأدركه. الفكرة الأساسية بفكرة التركيز أني أنا أعرف شو بدي، شو أنا بإيدي، شو أنا أمتلك، مو أنا شو ناقصني أو شو الشغلات اللي ما بإيدي أو الشغلات اللي أنا مفتقدة. فكرة التركيز أنا بركز على الشيء اللي أنا بدي إياه، مو الشيء اللي أنا خايف منه. كتير إحنا أوقات بدنا نفوت مشروع أو بدنا نفوت مجال معين او بدنا نسافر او نعمل اي شيء بحياتنا، في شغلتين، في رغبات وفي مخاوف. اذا كانت مخاوفنا اكثر من رغباتنا فهي حتعيقنا عن اي شيء بالحياه وما حنقدر نتجاوزها، اما اذا كانت رغباتنا اكبر من مخاوفنا حنقدر نتجاوز اي مخاوف، وحتكون بالنسبه لنا كثير بسيطه لانه بيكون مثل الطفل. الطفل ما عنده مخاوف، عنده فقط رغبات، عنده رغبه بانه يتعلم، رغبه بانه يتطور، رغبه بانه يعرف اشياء كثير عن شغلات كثير بحياته بمر فيها. فالكتير مهم فكرة التركيز بأنه نحن ندرك بعقلنا الواعي شو بدنا، وبعقلنا اللاواعي الغير محدود أنه أنا بقدر ساوي أي شيء وبقدر أعمل أي شيء مجرد ما أمنت فيه ولقيت شيء مرايته جواتي. نحن فينا نفرق بين المخاوف المنطقية اللي لازم نأخذها بعين الاعتبار وبين المخاوف يمكن اللي هي اسمها مخاوف ممكن تكون غير منطقية، ممكن تكون تهيؤات، ممكن تكون يمكن عدم القدرة على تجاوز الصعوبات. تمام. كيف هلأ في مخاوف مرتبطة بالماضي، مرتبطة بتجارب معينة، مرتبطة بشيء معين ممكن مرينا فيه بحياتنا، فكل ما كانت مخاوفنا منطقية، وكثير أوقات غالبية المخاوف هي غير منطقية لأنه هو الإنسان بيخاف من شيء، الإنسان عدو ما يجهل، والإنسان بيخاف من الشيء اللي بيجهله. فأنا لما بعرف هذا الشيء، المعرفة هي بوابتنا لحتى نتجاوز هذا المخاوف إلى رغباتنا والأشياء اللي نحن إذا عرفنا ذاتنا ومواهبنا حنتجاوزها، لأنه نعرف الأشياء كل امرئ ميسر لما خلق له. كل إنسان عنده شيء بذاته مختلف عن كل الناس اللي حواليه، فهو بيقدر معرفته لذاته، معرفته للظروف واقعه اللي حواليه، معرفة الأشياء اللي هو بيقدر يساويها، الاحتياجات والاهتمامات اللي هي حواليه، فهو ليقدر يصقل شيء جواته ويظهره يعني للحياة يعني. أكيد. وهون يمكن بيجي يمكن دور الإنسان بمراجعة أفكاره ليعرف شو الصح وشو الغلط، كيف هذا الشيء بيحسن نوع حياته. تمام. ونوع أفكاره. خلينا نحكي عن هذا الشيء. هلأ الإنسان مثل البذرة فيها كل شيء، لكن مجرد ما نزرعها ببيئة مناسبة أو أنا بخلق البيئة المناسبة، لأنه في أوقات هلأ عم يحولوا البيئة الصحراوية إلى بيئة بتقدر تزرع، يعني نحن اللي بنخلق هي البيئة بإيماننا بذاتنا. فكرة مراجعة الأفكار، نحن أوقات بنتبرمج على أفكار خاطئة، أفكار سلبية، بنتبرمج من أهالينا، من بيئتنا، من التلفزيون، من مثلا من السوشيال ميديا، بأفكار معينة نحن ما بتخلينا بتعيق، لأنه والله الأمور ما منيحة، والله في أزمات، والله في كذا. لا، ما بقول أنا شو الشغلة اللي عندي فيني مميزة، فيني استثمرها بهي الأزمات وإني أقدر أعمل شغلات معينة. مثلا كتير في اختراعات، الحاجة أم الاختراع، لا في كتير اختراعات طلعت بهي الأزمات، فهي بتخلق كمان نوع من التحدي الذات ونوع من الإبداع، يعني نوع من الذكاء الفطري، لأنه هو الذكاء اللي هو بيساعدنا على التكيف مع أي ظرف أو أي مع أي شيء نحن منمر فيه. فكل ما كان الإنسان مدرك لذاته وعارف لإله، كل ما قدر هو يتجاوز أي شيء
شيء ممكن بمرونته الفطريه بمرونته اللي الله عطانا اياها يلي هي غريزيه انه نحن نتجاوز اي شيء بذكائنا الفطري. نعم، كثير بنسمع كمان دكتورة عن العقل الواعي والعقل اللاواعي بالتركيز، خلينا نعرف شو هو هذا المفهوم وكيف فينا نزيد من قدرة الوعي والتركيز عنه. هلأ العقل الواعي هو عقل مدرك بيعرف شو بده وشو الأشياء اللي وهو عقل منطقي، بينما العقل اللاواعي هو عقل غير محدود، إنه هو فينا نتخيل فيه فينا كل الشغلات اللي نحن نتخيلها بالعقل اللاواعي هي رح تتحقق بالعقل اللاواعي إذا عرفنا كيف أنا بدي حققها. فمثلا يلي اخترع المصباح الكهربائي هو كان عقله لاواعي إنه في شيء بده يضوي، بس كيف أنا ضل يخترع بكل شيء بحياتنا؟ نحن عنا عقل واعي وعقل لاواعي، فنحن احنا لما اوقات قيودنا افكارنا بتقيدنا، اوقات البرمجه الاجتماعيه اللي برمجنا عليها، طريقه صح. التربيه، مخاوف معينه طلعت بحياتنا هي بتخلينا ان ما نكون ناجحين بالشيء اللي نحن بدنا نعمله بحياتنا. فكل ما كان الانسان عرف شو بده بحياته وقام مخاوفه على طرف وركز على عقله اللاواعي بالخيال وعقله اللاواعي بادراك الاشياء اللي ممكن هو يستثمرها بشخصيته وبنفسه لحتى يتجاوز ليكون إنسان ناجح ومرن بالحياة، فهون وقتها بيكون عمل شيء عظيم يعني. وهون بدي أسألك عن الفرق، بما أنك قلتي عن البرمجة، الفرق بين البرمجة والإدراك. يعني اليوم مثل ما حكيتي نحن مبرمجين أحياناً بكتير شغلات من أول ما بنخلق لنكبر أنه هي هيك من دون ما نناقش أو نفكر فيها أو نحللها. طيب هي هيك، هي بتنفع إلي، مناسبة إلي أو لا، أنا فيني غيرها. في ناس بتخاف تغير أي شيء بحياتها مشان ما تصطدم بكلمة ليش عملت هيك أو ما بيصير تعمل هيك. هلا البرمجه انه تعودنا على اكله معينه، شربه معينه، طريقه حياه معينه، نحب شيء او نكره شيء، هي كلها برمجه. نشوف الاشياء بمنظور معين، نحن تبرمجنا احيانا أهلنا او منظور حدا اللي حوالينا بيئتنا. الادراك هو انا ادرك هذا الشيء انه هو ايجابي او سلبي واقدر غيره واصلحه. هون ادراكي لهذا الشيء هو اللي بيخليني اتجاوزه لشيء افضل، اصلاح الشيء. يعني دائما انا بكون دائما كلياتنا بنتعرض لاشياء تفسد فينا مع مرور الزمن، اوقات تراكم القصص، اوقات عدم انه نحن عدم السعي لاي شيء هو هذا بيخلي عنا يعني ركود، مثل البحيره وقت تركض ما عاد تصير صالحه للحياه. بينما لما بتكون صالحه للشرب، بس لما بتكون دائما متكرره ودائما عم تمشي فهي دائما صالحه للحياه، صالحه للشرب، صالحه حتى الحياه اللي حواليها بتكون افضل اكثر حياه. فكل ما كان الإنسان واعي ومدرك على الأشياء والأفكار اللي هو عم يستوعبها عم يسمعها عم يشوفها. أوقات في كتير ناس حوالينا مثلا بيكرهونا بشيء معين أو بيكرهونا بطريقة فكرة أو بيحببونا بشيء سلبي، مثلا بيحببونا بمثلا السهر بقصص معينة بأغاني معينة بتشجع على الحب السلبي أو اللي ما هو حب ما ليس حبا. الفكرة أنا هل أنا قابل لهي الفكرة ولا أنا لا، أنا عندي هذا الإدراك أني أقدر أني ما اسمع هيك اغاني لانه انا راح اعرف انه هي راح تبرمجني على شيء واقع سيء، لاني انا مثل ما بسمع مثل ما بشوف مثل ما بصاحب الناس مثل ما بقرا انا راح يكون هي اي شيء هذا انعكاسي لافكاري ولحياتي. فكيف نحن بنختار؟ مثل ما بنختار احسن شيء بنلبسه واحسن شيء بناكله، كمان كثير مهم نختار احسن فكره هي بتناسبنا، هي بتنمينا بتطورنا. اي فكره لا تساعد على نمونا وتطورنا هي فكره فاسده يجب وضعها في سله المهملات. اي فكره بتساعد على النمو والتطور والعيش ب انه انا بكون مرتاح نفسيا ومشاعريا، فهون هي الفكره معناتها فكره صائبه باخذ منها وبكثر كمان. الدكتوره الغريب انه بنشوف كثير من الاشخاص يمكن عندهم رغبات معينه بيتجاهلوا هي الرغبات وبيحاولوا يظهروا بصوره ثانيه، كيف فينا نحن نحدد شو هي رغباتنا الصحيحه، رغباتنا الحقيقيه ونجاهر فيها بدون اي مشكله؟ طبعا في حال كانت هي الرغبات هي رغبات محقه ويمكن رغبات طبيعيه وحق من حقوق الانسان. تمام. هلا رغباتنا لما بتكون ناتجه عن فطرة عن الشيء اللي أنا انخلقت فيه، أنا كل إنسان هو له طريقة وأسلوب وتفكير مختلف عن كل الناس، فهو استثماره ومعرفته لذاته هي اللي بتخليه يختار الخيارات الصح ورغباته. وما في شيء، نحن عندنا حرية باختيار مشاعرنا، باختيار أنا عندي حر أني أنا أكره أو أحب، عندي حرية بأني أنا أشعر مشاعر الخوف أو لا، مشاعر الرغبة، رغبة بالشيء اللي بدي حققه. لأنه أي هدف بدنا نحطه بحياتنا فيه مشاعر
مشاعر، في شغلتين بدنا نشعرها، مشاعر خوف ورهبة، وهدول الاثنين بيعملوا توتر، وهدول التنتين بيعملوا توتر إيجابي. مثلا خوف لأنه نفشل بيخلينا ننجح، بيخلي عنا مشاعر بس ما يكون يغلبنا الخوف. بنفس الوقت مشاعر الرغبة كمان بتخلينا ناس نطمح إلى ما نريد بمحبة، بنضل ما منيأس، منكرر المحاولات لحتى نوصل للشيء اللي نحن بدنا إياه، والشيء اللي بيشبه جواتنا يلي ما تبرمجنا عليه، اللي هو نابع عن ذاتنا الحقيقية. نعم. بختام حديثنا بدنا نشكرك دكتورة شفاء على كل المعلومات اللي قدمت لنا اياها، ونتمنى اكيد الناس تقدر توصل لنفسها من جوا لانه هي الكنز الحقيقي لحتى تكمل حياتها. شكرا لك يا ميت. هلا شكرا لك دكتورة، ونهارك حلو.